هسا اكو طريقة نخلي البي ار سي امام الفتحات النوافذ، احنا نسميها الفتحة الفردة، مثل ما تقول فردة الشباك. هاي الفردة الفتحة من ينفتح الشباك اكو بي ار سي خفيف ناعم. هاي الطريقة هسا جاي نخليها، هي طريقة موجودة قديما بس لغت ذيك الفترة، بس مثل ما يقول ضرورة احكام هسا عدنا عليها رجعناها. قبل كنا نخلي جالي على الفردات، فنرجع النظام هسا نفس النظام جالي على مود الغبار والتراب لا يدخل على المنازل. اكو نوعيات هواي ديكورات بس الافضليه على مود الغبار لا يدخل، قمنا نضيف له فريم نخلي بيه جالي متوفره وهذا انتاج وجاهز. متراوحه حسب الزبون، حسب الزبون يريد مناسب يريد غالي حسب الزبون. صار عندنا يعني اكو المواطن يريد شيء يكون ما يحث ما يدخل تراب شيء له، اكو نوعيات مثلا في في سي او بلاستيك او نقول شلون هسه يظل يجي يدور اكو فتحه بالباب اكو مثلا خلال باللحيم منا فيدور شيء بحيث لا يدخل تراب، اكو نوعيات الفي في سي وغيرها من هذا الشيء يقدر يمنع ان شاء الله. كثر الطلب بسبب الاتربه وبسبب الجو يعني وبسبب الهواء ومتقلبات الجو، فمن هذا الجانب يعني ظل يدقق المواطن او الزبون يدقق بهذه المعلومات. والله الناس جاي تعاني هواي من الجو، مثلا لا صار غبار بي هواي يعني اكو ناس تعاني من كثرة فتحة الباب يعني يصير بين الحديد، وهاي معالجتها يعني مثل ما تقولين تواجدت معالجتها، جاي نخلي هذا الغلاف الجالي الاطار للحديد على مود لا يعبر لا مي لا تراب لا شيء، وحفاظا لسلامة البيت حمينا بيها. والله جبنا هذا الشادر الازرق جبناه حمينا بيها بيوتنا، ولا هذا التراب بقى شو بنا انت بعد بعينك هذانا وذا هواينا وبيوتنا. والله بالنسبة لعائلتي سديت البيبان قفرة خليتهم ممنوع يطلعون برا، المنافذ اللي يدخل من عتها الغبار والتراب غلقتها، ويوم يعني تقريبا بالساعات بقت هي شيء والحمد لله والشكر. وهاي متعرضين احنا بسبب قلة الأمطار وعدم زراعة المناطق الصحراوية، هي هاي تسببت بالغبار.